الأصحاح الثالث عشر. حافظوا على المحبة الأخوية ولا تنسوا الضيافة، لأن بها أضاف بعضهم الملائكة وهم لا يدرون. اذكروا المسجونين كأنكم مسجونون معهم، واذكروا المعذبين كأنكم أنتم أنفسكم تتعذبون في الجسد. ليكن الزواج مكرما عند جميع الناس، وليكن فراش الزوجية طاهرا، لأن الله سيدين الفاجرين والزنات. لتكن سيرتكم منزهة عن محبة المال، واقنعوا بما عندكم، قال الله: لا أهملك ولا أتركك. فيمكننا أن نقول واثقين: الرب عوني فلا أخاف، وماذا يمكن للإنسان أن يصنع بي؟ اذكروا مرشديكم الذين خاطبوكم بكلام الله، واعتبروا بحياتهم وموتهم واقتدوا بإيمانهم. أما يسوع فهو هو بالأمس واليوم وإلى الأبد. لا تنقادوا إلى الضلال بتعاليم مختلفة غريبة، فمن الخير أن تتقوى قلوبكم بالنعمة، لا بالأطعمة التي لا نفع منها للذين يتعاطونها. لنا مذبح لا يحق للذين يخدمون خيمة العهد أن يأكلوا منه، لأن الحيوانات التي يدخل رئيس الكهنة بدمها إلى قدس الأقداس كفارة للخطيئة تأكل النار أجسامها في خارج المحلة. ولذلك مات يسوع في خارج باب المدينة ليقدس الشعب بدمه. فلنخرج إليه إذن في خارج المحلة حاملين عاره، فما لنا هنا في الأرض مدينة باقية، ولكننا نسعى إلى مدينة المستقبل. فلنقدم لله بالمسيح ذبيحة الحمد في كل حين، ثمرة شفاه تسبح باسمه. لا تنسوا عمل الخير والمشاركة في كل شيء، فمثل هذه الذبائح ترضي الله. أطيعوا مرشديكم واخضعوا لهم، لأنهم يسهرون على نفوسكم كأن الله يحاسبهم عليها، فيعملوا عملهم بفرح لا بحسرة يكون لكم فيها خسارة. صلوا لأجلنا، فنحن واثقون لسلامة ضميرنا، راغبون أن نحسن التصرف في كل شيء. أطلب إليكم هذا بإلحاح حتى يردني الله إليكم في أسرع وقت، وأرجو إله السلام الذي أقام من بين الأموات بدم العهد الأبدي راعي الخراف العظيم ربنا يسوع، أن يجعلكم كاملين للعمل بمشيئته في كل شيء صالح، وأن يعمل فينا ما يرضيه، بيسوع المسيح له المجد إلى أبد الآبدين، آمين. وأطلب إليكم أيها الإخوة أن يتسع صدركم لرسالة هذه، لأني كتبتها باختصار. أخبركم أن أخانا تيموثاوس أخلي سبيله، فإن حضر عما قريب جئت معه لأراكم. سلموا على جميع مرشديكم وعلى جميع الإخوة القديسين. يسلم عليكم الإخوة الذين في إيطاليا. لتكن النعمة معكم أجمعين.